صحيح كابتن احمد، النهارده تشكيل الكابتن سامي قمصان، كثير من الناس حتى المحللين والمتابعين قالوا ان التشكيل ده مناسب. هل شايف ان التشكيل كان مناسب فعلا للمباراه؟ هل شايف تبديلات النهارده كابتن سامي قمصان كانت تبديلات يعني موفقه؟ يعني خلينا نقول ان التشكيل في معظمه مناسب وطبقا لاحداث الاخيره للنادي الاهلي، ولكن ممكن يكون في تعامل في المباراه اثر شويه على التعامل الفني في المباراه، ممكن يكون اثر شويه على شكل النادي الاهلي. وفي حاجتين حصلوا الشوط الثاني اثروا بالايجاب على نادي الزمالك، سواء من النادي الاهلي او من نادي الزمالك. اول حاجه بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي بدا المباراه وهو بيضغط ال 45 دقيقه على نادي الزمالك من قدام ومنعه يطلع بالكوره، وكان ليه مقرات صح، ولكن الحاله البدنيه للنادي الاهلي، لعيبه كتير لعبت ماتشات كتير، لعيبه كتير راجعه من المنتخبات الدوليه، كل اللعيبه اللي بتلعب بدنيا ده مش هيساعدهم. عشان كده الشوط الثاني النادي الاهلي ما ضغطش على نادي الزمالك، النادي الاهلي بدا من ورا، بدا بنص ملعبه وادى الفرصه لنادي الزمالك انه يبدا بالهجمه باريحيه، علشان كده نادي الزمالك كان ليه افضليه الشوط الثاني. بلس ان نادي الزمالك تغييره نادي الزمالك فرقت معاه بشكل كبير جدا جدا جدا. نادي الزمالك هو بيلعب 5-4-1، كان عنده عمر سعيد لوحده قدام، عمر سعيد طول الشوط الاولاني مش قادر يحافظ على الكوره، فكان عاوز حد حتى لو بدنيا مش جاهز، ولكن الكره لما تجيله يقدر يحافظ عليها، يقدر ياخد بعض الثواني ويطلع الكره صح من رجله ويطلع زمايله عشان يبدا هجمه. انما الشوط الاولاني، طول الشوط الاولاني الكره كانت بتيجي عند عمر السعيد والهجمه كانت بتنتهي تماما. صحيح. الشوط الثاني شيكابالا لما نزل الكره كانت بتجيله، كان بيقف عليها ويطلع زمايله وبيبدا هجمه لنادي الزمالك، وبيوصل وبيطلع زمايله، يبقى عنده كثافه هجوميه لقدام. الزمالك جاب الهدف الاولاني وجاب الهدف الثاني، وكان ممكن يكسب المباراه، ولكن اللي عجبني من كابتن سامي الشوط الثاني انه ما تفاجئش، كان محضر، واضح انه كان محضر للمباراه بشكل جيد، سواء من بدايتها، ولكن يمكن تغييراته اتاخرت شويه، ولكن بعد الهدف الثاني على طول عمل تغييره وغير طريقه اللعب تماما. كان بيذاكر كويس المباراه، وكان تغيير بيرستاو استغربتها ولا لا؟ لا تغييره طبيعيه جدا. اعتقد حسين الفتره الاخيره اجهز منه في الناحيه، كان اقل في الشوط الاول او في المباراه بشكل عام، بيرستاو ولا احمد عبد القادر؟ الاثنين ما كانوش في مستواهم الطبيعي، لا بيرستاو ولا احمد عبد القادر. وحاله النادي الاهلي، يعني انا لما اقيم لعيبه النادي الاهلي كلهم، ما اقدرش اقول مين النهارده كان نجم، كان كويس، كان فارق، ولكن نادي الزمالك عنده عناصر النهارده ظهر بشكل كويس، هيقدر يبني عليها الفترة الجاية. الولاد الصغيرين، شيكابالا لما نزل بخبراته فرقت كتير جدا مع نادي الزمالك. فبقول لك سامي كان محضر للسيناريو ده، وتغييرته فرقت في المباراة. الشوط الثاني نادي في الاخر النادي الاهلي كان ممكن يجيب، ونادي الزمالك كان ممكن يجيب، ولكن انا بيعيب على النادي الاهلي في نهايه في الشوط الثاني النواحي الدفاعيه كان فيها قصور في الارتداد، نص الملعب كان فاضي تحديدا الناحيه اليمين. لو في عندك الحالات، في ثلاث حالات، كره تبقى ناحيه الشمال، ولو اتلعبت ناحيه اليمين مفيش تغطيه عكسيه خالص من حسين الشحات، هاني وهو موجود كان بيضم جنب السردبكين بشكل كبير، ففي فجوه في الحته دي. ظهرت في هدف الزمالك اللي هو ظهرت مرت من ناحيه الشمال وعدت لشيكابالا، وظهرت في الكره بتاعت امام الاخيره، وظهرت الكره بتاعت شيكابالا اللي اتلخبطت في رجله اللي قال عليها كابتن جمال. والزمالك كان ممكن يخلص المباراه الشوط الثاني. اعتقد احسن حاجه في المباراه ال 20 دقيقه الاخيره. ال 20 دقيقه الاخيره.